من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فاجعل امورنا وامور المسلمين كلها سهلا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وحين كسو جرنا وشيخين انو وسو هذا هي جوازمتي فعل كمضارع جزمنيسي وخاصة وحين وسو هذا هي شيخ انو طيبتي هل كفعل جزمنيسي اي انو غصو ورمي هل كان وحين كقودة قال ان وحي لو فعل جزمن هي وها لبدا فعل جزمن هيا لبدا فعل جزمن هيان ميتك هورا فعل شرط با لي لهذا شروط بين أصو مرني ميتك دمبيتنا جواب شرط با لي لهذا شروط بين أصو مرني ميتك ليت لبدا فعل إني لبدا مضارع يهين أما إني لبدا ماضي أيهين أما إني مدنا مضارع من نواتهي ماضي هي انت ساكا ايمانيس مركا افر صورة اللي لها دايو انا الا وضو ماضي اسليهين انا الا وضو مضارع اسليهين انو كهورة ماضي يهي كدن بيتنا مضارع اما كهورة مضارع يهي كدن بيتنا ماضي افر تا صورة كيمانيس انت انا مالقو اير بوغها دايو يري وماضيين ومضارعين تلفيهما ومتخالفين هل كبيت بوغا هاللي يا وتلفيهما لولا فعل فعل شرد يجوا وشرد يا ماضيين بتكو غاني او مضارعين او متخالفين اما لو اس خلاف او متخالفين ناس لو صور كايمانيس انت اسكو مركا وحين وجوكتي والفعلاني وهما لولا فعل فعل شرطي وجواب شرطي ويان يكونان مضارعين بإهان هيان نحو قوله تعالى وإن تعودوا نعود وإن تعودوا إن تعودوا وفعل شرطي ومضارع نعودنا وفعل شرطي ومضارع لولا مضارع بسوتي وثانيهم أو ماديني أما لو مادي نقولها يا نحو قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم هذا وراك فشان أحسنتم وحلو وراك فشان لأنفسكم لفيال كينو إن أحسنتم وأشر دقي جواب كين أحسنتم ويان مركب أولي هو مادي أو مضارع أو ماديا فمضارعا أو مادي وفعل شر دقي أها فمضارعا وجواب شر دقي ومضارعا ذلك نحو قوله تعالى من كان يريد روح الرب حرث الآخرة آخرة بيرت هذا نزيد وأن أزيد إن الله من كان في حرثه بيرتس من كان من كان اسم شر دقيقة كان وفعل كي ماضي مبني على الفعل في محل جزم جواب فعل شر دقيقة لا نزيد نوا جواب شر دقيقة مركو مضارع بكري ينتهي أو مضارعا فماضيا أما وحنا قلنا هي مضارعا فعل شرطي ومضارع فماضيا جواب شرطي وماضي وهو قليل ويري وذلك نحو قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم روحي يقوم الليلة القدر إيمانا رمانيا واحتسابا أجر قروبسي واتغفر له ولولا فيا ما تقدم محور مر من ذنبه واتي ذنبه سكو بياسا مركي قمنت واسم شرطي يقولنا وفعل شرطي جواب شرطي واتهي وحكون نقول هيا واتهي غفرة ما دو مركا كون نقضي انت اصو شا هل قاس انه وابحاني هل كان نوحان كبودة قال انا اذا تشرد يلا وفعل جزمين هي مثال وابحاني كبودة قال انا لكن واحد واتا ما وحل يلا هذا الزائداء لحرستا مركا ماذا حرست يدي حرست لانت هذا أفر حالا كصوب حضي دهان يقترانكو إنو واجب يهي كدينتو إنو واجب تهي ما يواصدح
iyo inay labaduba iska bannaan yihiin. In lala xiriiriyo saddex baa waajib. Idmaa haddayna maadaa la soconayaa shardi ma noqoto. Xaythumaa maadu haddayna la soconayaato shardi ma noqoto. Kayfamaa madhabka kuufiga ee qaba haddaynan la soconin maadaas waa tahay ma noqonayo isaguna aadaato shardi. Waa sidaas. أفر حالنا إلا لحيري وممتنع من ما مهما أن وممتنع أفر تاس إنت كليتنا إن لقريو إن لإسكدا يلوضو إما فإما ترين من البشر أحدا أينما تكون يدرك الموت وسلاس بكده ينهي واتهي أيانما فأيانما تعدل به الريح تنزل أو سداسة مركا كونو قنيسا إن لا إسكو داي إن كلاد لودو إسكو بناي ومثال إن مثال كذا نحو قوله أن هذا الكيس يوحي لم دويا وإن تعودوا هذا اللابطان نعود أن نقنوا اللابنا إنا إلهي أقارد أقود دين هيئو إلا الواكي إلهي سبحانه وتعالى ملائكة كحو جيي ورغاس أن لو حولي هقاري هذا دين كسو اللابطان ودغالك أن نقنوا نعود وانكسو اللابنا إنا قرقار كي ملائكتي يحي جنتي ونسوعين إنا إيجي عرام ما مانت إسكاد أوري سألواه حرف عطف إن حرف شرد جازم وجزمين إسا فعل كي يجزم فعلين الأول فعل شرد وثاني جوابه وجزاؤه تعودوا فعل شرد مجزوم بإن وعلامة جزمه حتف النور النيابة عن سكون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير ضمير متصل بعامل مبني على سكون في محل رفع فاعل بيلا نعودنا وجواب شرط مجزوم بإن بلو جزم وعلامة جزم وحلو قرن يا سكون ويانا في آخر يكسقنا ذو فاعل هنا ضمير ويان مستطر قرصو فيه وجوبا واجبنا وانا او قرصو تقدير وادي لقدر لانا نحن ويان سيد هذا بوحن ولي تقدير كل ولي هاي لو هدين لقوها دلها مصيد عن نقول لها واجبا باللو قريبا لليه وحلو قوها دكرا معه لكن لو هدين لقوها دلها سورة دي ساسي نقول لها تاسي نقول قريسا ومثال معنا وحوي النحو قوله تعالى وما تفعل وحد سميسان من خيرنها يعلمه الله ألا وأقيه ما اسم شرد ويان جازم يجزم فعلين ألا ولفعل شرد وثاني جوابه وجزاؤه تفعل فعل شرد ويان مجزوم بما وعلامة جزمه وحلو قرن يحتف النون ويان نيابة عن سكون لأنه من الأفعال الخمس والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يعلمنا وجواب شرد مجزوم بما وعلامة جزم السكون في آخره والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب به الله نوا فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وإعرابك مثال ذي ومثال من وحوي نحو قوله تعالى من يعمل روحي عمل فلسوعا حمان يجزى به ولغى جزين هيا يجزى به واتهي ولو جزين هيا من اسم شرد جازم ويان يجزم فعلين بجزمين هيا لا ولو فعل شرد وثاني جواب هو جزاء يعمل وفعل شرد مجزوم بما وعلامة جزم حلو قرن يسكون في آخره وفاعل هنا ضمير ويان مستطر فيه وكقر سون يهي جوازا اسكبناني إن لو هذا بن يا سورة بس تقدير هذه لقدرنا هو ويان يجزان وفعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بمن وعلامة جزم هنا حتف النون حتف فعلة اللي وهي الألف همزة دي بالهلاشية واتهي حرف علة والهلاشية نيابة حال يمتك النائب عن السكون لأنه فعل مضارع ويان المعتل الآخر الذي لم يصل بآخر الشيء وأنه يفاعل هنا ضمير مستقر فيه جواز التقدير هو ويان بينا جار ومجرور متعلق بيجزاء علماء قال كيف وحارك يساوي به ذا سجار مجروكا إن الفاعل كدغان قال كوب بكرين تواسي دوية مرقتنا وأيضا واسك بناطة ومثال مهما أنا وحاوي مهما شيء تفعل أت سميسون بان أفعل أن السمين هيا مهما اسم شرد ويان جازم فعل كمضارع بجزمين هيا يجزم فعلا لا فعل بجزمين هيا ألا ولا فعل شرد ويان وثاني كلامنا جواب هو جزاؤه ويان تفعل وفعل شرد مجزوم بمهما بلو جزمي وعلامة جزم وحلو قرن يا سكون في آخره وفاعل هنا ضمير ويان مستطر فيه ولا قرية وجوه تقديره أنت وجوبا بلوقريا والولية تقديرنا أنت لو هدين لها بالأساس ونقول لها ويا شيخ
لو هدين وهد لها ساس النقل لها أفعل وجواب شرط مجزوم بمهما وعلامة جزم هنا السكون في آخره وفعله ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنا وصح ومثال إذما نوحويا إذما تقوم وتهي إذما تقوم هديئات كعضو أقوم النوان كعد إذما تقوم هديئات كعضو أقوم النوان كعد هديهن إذما تقوم حليات كعضان أقوم أنك هديهن وحباسا إذما تقوم وتهي هديئات كعضو أقوم النوان كعد حلال أود حي حود حي إذ سيدة وظرف بأهيد معنه ظرف نمضات سيسي هذا هو اسم طريق تيو إذ ما تقوم حلقة أتكعبان أقوم أنك أهدات سيدة هذا هو معنه ظرف نمضات سيسي لكن معنه إن أوكرت إن سيسي لو بهاي إن تقوم هذا كعب أقوم أنك إذ ما تقوم هذي أتكعب أقوم أنك بس سيكري أنت إلا نحرف إنه يتهي إنه إنه رقبة يو وطوى سيدة هذا الشيء إنه إنه اسمي هو ظرف يهايو إدي ظرف يدا إذا ما اللي لحجيهو سيدي يدا يكو سعو طرق باقبا لكن إيقتن وضنو حرف مناسب معنى نيسا إذ ما حرف شرد ويان جازم فعل كو جزمنا يجزم فعلان لو فعل بون جزمنا الأول فعل شرد وثاني جواب وجزاء تقوم فعل شرد ويان مجزوم بإذ ما وعلامة جزم وحلو قرنا يسكون في آخره فعل هنا ضمير ويان مستطر فيه والقري وجوب تقديره أنت أقمنا وجواب شرد مجزوم بإذ ما بل وجزمي وعلامة جزم وحلو قرنا السكون في آخره وفاعل هنا ضمير ومستتر فيه والقري وجوبا تقدير أنوي ومثال أي قوله تعالى نحو قوله تعالى الله بالكسي وحي لمذويا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وصدس إلا المركي وحي جوابه أهيد نبي يا الله يا رحمن لبي أركان قاردي أربدهن أنه إن الإله يبين عابد نبنود يأسون لبي إله بعابده يا الرحمن يا الله مركز سودة يقول ادعو الله وادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وحلقة دعين هي وحن أسماء إنه تعدد إسي إله تعدد هي إنه سنجرين قول وحاد هذا النبي الله ادعو الله الله باري أموية وادعو الرحمن أيما تدعو مد الله على إلهي مد كالأوية نعم فله ألا وحوليه كلي الأسماء الحسنى ونقبان مغيال بضن أي ألا ليه أي أنت هو اسم شرد جازم يجزم فعلين ألا ولا فعل شرد والثاني جوابه وجزاؤه مع ذلك هو مفعول مقدمها منصوب وعلامة نسبة ظاهرة في آخره وماضن هو اسك الزائدة مسيلة قرآن كل حسن لي تدعو فعل شرد مجزوم بأيما فطايسا بأيما هذه وحايل شرط وما يعني ما ظل حرير سطو إيضا بار جزم نيسا مجزوم بأيما وعلامة جزمه تدعو فعل شرط مجزوم بأيما وكوا سلاسة وكو طالب وعلامة جزم وحلو قرن يحط في النون ونيابة حالي يمكن نائب عن سكون لأن من الفعل الخمسة والواون ضمير ويان متصل بعامل مبني على سكون في محل رفع فاعل فله وماله جوابك فاذا قلنا كريم حلو قلنا يا جمل اسمي على حرف فله الفاء رابطة في جواب شرط اللام حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على ضم في محل جر الجار والمجرور متعلق بمحذوف من تقديره كائن وهو خبر مقدم الاسماء المبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجملة من المتدي وخبري في محل جزم جواب شرط ويا ومثال مطانا وحاوي نحو قول الشاعري أنا من جلا وطلعي ثنايا متاضعي العمامة تعرفوني تاسمك أكون قلس بيت كنن بالها نن كان شو يسوون لقرنين أي أمركا يستغهرن لبسمي markaas istaareefin haya marka lagu garbinno dad aan wax ku ka garanay in ay maragtay wax ku xiyaan uu xiyaa xajaaj bin yusuf al-thaqafi wuu haba liido isoo yar duuban baa yumeel dad uu gabaday way dhahan abuka nin kale oo iska geesinimo iyo wixii isku tilmaamayna uu iska wasow la yar handadeena waa suurtagal markaas waxa uu yiri anamnu jala umurta khafi
أنا من جلا يا كيف في ذي هيب أنا هاي بوري إن كيسي أمور تخفي قدرن أرمها في ذي تري بانا هاي إن كيسي وطلع ثنايا ملها ثنايا ذنك وحويا ملها أفديجها أها أما في سيدة أها كي كور جري بانا هاي بوري إسكم رجري جيسي نوي سوون بقين الوضع الرحب وضع يملها الإسكور تشويه كي كور جري بانا هاي متى أضع مركان دشيا العمامة يا تعرفون إيجارن دونتان هذا إيه جم فهم إنسانة مركان عمامة بسكديو مركان سد فهم دونتان متى أضع العمامة إيجال كوا التقى ساكرين بي سكون كي أقدرية هي متى اسم شرط ويان جازم فعل كمضارع مجزمها يجمع فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه أضع عبادة هيسا فعل شرد مجزوم بمتى وعلامة جزم السكور المقدر على آخر منع من ذراء اشتغال المحلي بحركة التخلص من التقاء ساكن كسر باس واتا سكون بوهاي سكون كي وحيو التقي حركة التقاء ساكن كحركة دي سي وكسر باهي باتي فعل ضمير مستطر فيه وجوبا تقديره أنا تعرفوني ما جاس وحويا تعرفوا مبارده نيد وكلمة قوني ومفعول به ولا قريب هالك تعرفوا فعل شرد وتعرفوني لكن وصح وكل قال تعرفوني تعرفوا فعل شرد جواب شرد أنت وصح وكل قال تعرفوني تعرفوا وجواب شرد مجزوم بمطابع الوجزم وعلامة الجزم حتف النور نيابة عن السكون لأنه من ألف على خمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل والنون النون القاوية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وصح هذا تعرفوا فعل تعرفوني فعل جواب الشرط انه لا ما دي دريني تعرفوني انتو اسرعي وتعرفوا كل خلق هذا مرك وصح ومثال اي انا نوحوي نحو قول الشاعر اذا نجت الغراء كانت بقفرة فأيانا ما تعديل به الريح تنزلي إذا كانت مركي هاتو النعجة اللحظة الغراء عديد أما دريد كانت هاتو بغفرة ميل به قوية غفرة وحالة إذا هذا ميجا بيانا عن لحين بادنا عن لحين إساسا فأيانا ما تعديل حلي الله على حلي إيش به نعجيس الريح الضبايش تنزل تنزلي إيقوا قافية دارت هذا تنزل ويدق بك لكي تواصل دقوية وطور دري شال أريق داران إعاد عادي شال أريق لنا وكجل إحسن يهاي تاسو مكا كون قرية بحر شايدك بحويان فأيانا أيانا اسم شرد جازم يجزم فعلين على ولا فعل شرد وثاني جوابه وجزاؤه ما زائدة تعدل فعل شرد مجزوم بأيان وعلامة الجزم السكون في آخره به جار ومجرور متعلق بتعديل بكل الريح فاعل ويان مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره تعديل بمعنى فاعل تعديل ويان مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره تنزلي ساسة دهسة تنزلي جواب شرد مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون المقدر على آخر منع من ذراء اشتغال المحل بحركة القافية وقافية ذا كينيس إن الهوص تنزلي وساسة كالقطة قافية ذا كينيس فاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره يويا ومثال أين نقول نحو قوله تعالى ويان أينما تكون يدركم الموت أينما مكانك واتهي تكون وضحاتان يدرككم حيث هريلة هي الموت تازمك أكون نقول إسا أين اسم شرط ويان جازما وجزمنا يا فعل كي يجزم فعلين ولي والله فعل بجزمنا الأول فعل شرط ويان وثاني جوابه وجزاؤه ما صلة ويان تكون زائد عمل بكر ينتهى قرآن كده حيث سنبال إذا بسنة يصل على الرحية تكون واتع فعل شرد مجزوم بأين وعلامة جزم حتف النون ويان نيابة حال يمتك النائب عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير ويان متصل بعامل المبني ولا بني على السكون في محل رفع فاعل بيان يدركنا وجواب شرد مجزوم بأين وعلامة جزم هنا السكون في آخره
والكافر الضمير المتصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ويا، والميم علامة جمع الموت فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة قوال ويا ظاهرة في آخره. الكارم حنا وبحنا أين واته مثال كذي. ومثال أن أنا نحو قول الشاعر ويا فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حظا جزلا ونارا تأججا. ننك شو لن انت رئي أما قاجس ورفاد السي أي مركا لخدابه هي مركا صارير كودي أي أتل ماما هيايا إيا قرية إيدا قنايرو ودرق له بوليه هذا هل كاتقي له مركا وكرايون وغسو قابا يوموسا سصراحة وغسو قادن مركا ساوحو يريدين فأصبحت وحالها تنيه المخاضب كاها أن مكان كي تأتيها تكتها قرية بس هل قرية لو جدا وانن كان شاعر كاها قرية بودي بكل عيسى أن مكان كي تأتيها تكتها أو قرية باه تستأجر أدك إجارة ضلبته بها قرية بس ودومتان كدومتان ضلبته ومرتقلي إيو ورميل فريسي أدك ضلبته كرية تهي أدك بدل إيسا تأتي بدك بدل إيسا تجد وحال هير الله حبابا حابا جزلا واوين يا حابا واوين أدك بيأده الله إيو نارا ضب نار كاسو تأججا إقوى للوقف تأججنا تأججن إسكده تأججن ونمتوكيد كخفيف آيات حالة الوقف اللي بدلي ألف وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا خلاصة صعدها هي إيه والنار بذل النار كاسو تأججن ساس إهان لها إذا تأججا واتهو أولين هي مركب حيكر ديان تعمل حاب ووين أي تالو ضمنا ككعيو وهذا هو عمل ده دفتر الله. مركب من جهة الكناية وقصو قاضي مركب ما جسد يتكبه بيح له هيد. تأسس وقصو قاضي. أنا واسم شرد جازم فعل كمضارع مجزمنا هي يجزم فعلين ولي الله فعل مجزمنا على أول فعل شرد والثاني جوابه جزاؤه. تأتي وفعل شرد مجزوم بأن وعلامة الجزم وحلو قرنا يو حتى حرف علتي ويا وهي الياء نيابة عن السكون لأنهم فعل مضارع المعطل الآخر الذي لمس الباخر الشيء وفاعلهنا ضمير ومستطر في وقوع حصون وجوب تقدير أنت والهاون ضمير متصل بعامل ومبني على سكون في محل نصب به تجد جواب شرد محل شاهدكم يكون في رسالة هي تجد جواب شرد ويان مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون في آخره وفاعله ضمير مستطر فيه وجوب تقديره أنت يسبنا ومثال حيثما نحو قول الشاعر حيثما تستقم بقدر لك الله النجاح في غابر الأزمان حلية هي حيثما مكانك تستقم أتوصنات يقدر وحقدرها يا لك أذق الله إلهي نجاحا لبان في غابر الأزمان زميالك وتقابلك زميالك صعبة إلهي لبان بكو قدرها يا مركا محل جايتك وحيثما ايقا فيري وشرد ايه الماضي لحر رسطة وكا ايقا حيثما او اسواتا اسم شرد ان الجازم يجزم فعلين الا ولا فعل شرد والثاني جوابه جزاء تستقيم وفعل شرد مجزوم بحيثما وعلى وكا ممت لغريم هايو وعلامة جزم يسكون في اخره وفعل ضمير مستطر فيه وجوبا تقديره انت يقدرنا جواب شرد ويا مجزوم بحيثما وعلامة جزم وحلو قرنا السكون في آخره لك جار ومجرور متعلق بيقدر الله هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره انت شيخ يا نوحين وبحي كوب يتبنكي مثال الاسكو وافق الصناع إلى آلات الشرد يهين فعل الشرد يجزمينها جواب الشرد يجزمينها وحين مختلف كاها أو محيئها إذا أواتها شعر كموية وحبا أنك لجزمينين كيف ما أكوفيين تون أي وطان واكن يقمرك وأما إذا فهي تجزم في الشعر خاصة نحو قول الشاعري استغني ما أغناك ربك بالغراء وإذا تصبك خصاصة فتجملي
وسداس وانا او استغني اسكو غنيال ما ملي ديك اغناك كو داق ربك ربك بالغنى هو انت نما واتاي وكو داق اغناك ربك وبالغنى هو انت نما كو داق وهدي لا وحقصيه إلهي النعمتي سيادو أو شكرن هيا هلغا أركو هدي لبستهي هدي دافتهي وسداس نبينا عليه الصلاة والسلام نن آذي صغر فاتنا ودي هنتي مركز مرادة ها لا يجعل له أثرت واتي نعمتو كسيين وكاك أركو مركز واسدا ويانا هدي أبينا هنتي كسيين هنتي داس كدب لكن كورن دابو اسكباهنا تايق وحوارك نن انت اصلا هانتي على هنك لا تقصوا شحاتك هي باركيسة هو باهنا يا دول بابو داقة يهروي نهب البدا يكيم انت هي بلا هذا ميجا تشوغو بابو حو دونن هيا ما شيخ انت الهكو كافي اسكاف استغني داقتون ما من الذي كأغناك كو داق ربك بالغنى هو انت نوع كو داقي كو داقتون واذا تصيبك عديكو اسيبت خصاصة قاجة درن فتجمل حنجارب حنجارب سبحان مرين لغة يا كونفري واحد تهيب دع المد واحد حلوس وقارسين ويان معناها فتجمل إسقرح إسقرح ذو حويان ما لم تاس تاب مشامبي هتاب مراهزة انت سوق عرض درك سوق عوي ديست سوسي ديست كواحنا صوب على شط دا واحد كوب على شط ويدنا اسكتر ترتو يا هفن قمودو وما انت نين كواتي واسده ويان مركان بالغي يا وهدي حطانين وحسينين وحسين عبد الله لكن هذا هو درفوق له شواته جين هي او قصق قصق جين هي الوارقو فرك دغ في ما دعى ما ان ان اللي حن بالغ دي لو سلام ما هي مركا واسدا سؤال دعى انك قله هيست قله او قدرت مركا اذا اسم شرط ويا جازم ويجزم فعلين الاول فعل شرط والثاني جوابه هو جزاؤه تصب وفعل الشرط مجزوم بإذا وعلامة الجزم السكون في آخره والكاف ضمير وهي متصل بعامل مبني على الفتح في محل نصب به بياله خصاصة وفاعله فاعل وهي المرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره فتجمل إيقفيري اسمية ضلبية جواب الشرط يجيبه وحون غلي جملة ضلبية أمرك فادي بالقلي أقوى نصومريني فتجمل الفاء رابطة في جواب الشرط وجميعا جواب كان عليه فعل الشرط واسكح ليس تجمل واته فعل أمر مبني على السكون المقدر تجملي وقافية درتين مبني والبني على السكون المقدر على آخر منع من دون اشتغال المحل بحركة القافية فعل ضمير مستتر في وجوب تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط وأما كيفما فهي تجزم فعل الشرط وجوابه في مذهب الكوفي نحو أينما تجلس مكان كيفما تجلس أب أفرس تؤم بأن أجلس أنا أفرسا ومذهب الكوفي هذا بينه هنا كيفما واسم شرط جازم جازما فعل كمضارع بجزمين هيا ما فعل كماضي أو مضارع عن غضيه من محل كجزم من ظاهر كي يجزم فعلين الأول فعل الشرط ويوم الثاني جوابه وجزاؤه تجلسنا وفعل الشرط مجزوم بكيفما وعلامة الجزم السكون في آخره وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أجلسنا جواب الشرط مجزوم بكيفما وعلامة الجزم السكون في آخره وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا لا أسمرك أكون غنيسا والأدوات بالشيخ ويدمرك كوسو دمي التي تأسو تجيمه الشرط والجواب ولا تجزم سبعة تضبه يبقى ما يجب مناسبة قصر يواص أبي مناسبة وطاهي وحل إلى ألوات الشرط وجازم إيه وح غير جازم أكلتر ملك غير جازم كي بكو شيء هي أربعة منها حروف ويا وهي اللو واللولاء واللوماء وأما وسدس وحروف وثلاثة منها أسماء وهي إذا ولما وكلما كل والإسكوير طيب خلاف كتيرة أنا ولا أسماء يهين معناها ما هو بس إن خلاف كتيرة لا يكون واسد حق لو بريهاي
مركب وحال يراده وقادا لكن سوى مجزون لو كان خيرا ما سبقونا إليه فيري لو كان خيرا كان من إقوى ليذا شرد هذه جواب كنا ما سبقونا ويان سمع قرميس إيه فيري لولا أنتم لكنا مؤمنين إيه شرد وقادنا يسأل لولاد يا لولا أنتم موجودون خبرك وكاغوان أنتم لو ممتدي جملة اسمية حلو جدا جميل لكنا مؤمنين جواب كنا وكا يا وريو المقطع قلبيات كان لو برنجر عربية رجعنا يقول مستحق والله حسوا وذو بحان حاج إيجوان ما يعزبان الماضي يا حلا كورة بسنجري بدي لنتونا سيبو هلو كورة بسنجري ليد لنتونا سيبو لم تجازمو لو جوابت لو هرتي لالا وكاد قالوا في عمرين هيا وغاست كل شيء ودعس اللي نهاست قبل دم سيبا ودعلا نقول لا تجيد نهاست دم ودعلا نصاص ما نمر مركب واسداس انت انا ساس ايه والله سبحانه وتعالى بسم الله.